الصراع الأشرس في التاريخ الإنساني. في أثناء الحرب العالمية الثانية التي امتدت من 1939 إلى 1945 قتل ما يزيد عن 70 مليونا في مذابح جماعية ومعارك، لكن هذه المرة سمعت الدعوة الدولية لتحقيق العدالة. لندن في العام 1943، في خضم مآسي الحرب كونت مجموعة من 17 بلدا اللجنة المعنية بجرائم الحرب للتقصي وتقديم المساعدات للحكومات الوطنية في محاكمة مجرمي الحرب من أوروبا والشرق الأقصى. كان إنجازها الأبرز هو تطوير مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، وقدمت مسودة قرار اعتمد لاحقا في 9 كانون الأول ديسمبر في 1948 بوصفه المعاهدة بشأن الإبادة الجماعية. Now we are protecting the most fundamental right of all, the very right of human groups to exist as groups. عندما حلت اللجنة قدم ما يقرب من 400 ألف صفحة إلى الأمم المتحدة الجديدة حينها، ولم يكن مرفق بها أي إرشادات واضحة. وفي العقود التي تلت لم تستطع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاتفاق على فتح المحفوظات، وبقيت أكثر موادها مغلقة لسبعين سنة تالية. وفي فعالية نظمت في مقر الأمم المتحدة لمناقشة نشر هذه السجلات التاريخية، أبدى المستشار الخاص للأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية السيد أداما دينغ الملاحظات التالية. It took too long to release these documents. I think it would have been extremely helpful if these records were released not in July 2014 but at least in the early 90s. I say so because I come from the Arusha Tribunal. أنشئت محكمة أروشا للنظر في قضايا الإبادة الجماعية في رواندا في عام 1994، التي كانت مقتلة مفزعة للقبائل التوتسي على أيدي الأغلبية من قبائل الهوتو. كان اللواء روميو دالير هو قائد قوات بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في رواندا. And that war has been going on, not unabated, for now over a month, and has caused, at least from the estimates, 150 to 200,000 deaths, and close to 2 million displaced people in this country. قتل 800,000 رواندين في 100 يوم. وأدى انتشار الاغتصاب في أثناء الصراع إلى اعتباره أداة من أدوات الإبادة الجماعية. وكانت لجنة الأمم المتحدة المعنية بجرائم الحرب أول هيئة دولية تضع عقوبة للاغتصاب بوصفه جريمة جسيمة. Many of the issues like rape, which was considered as war crime already at that time, you know, rape was considered as crime against humanity, but already the commission considered it as a war crime. This could have certainly been extremely helpful. احتوت الملفات على شهادات مروعة عن الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية وحلفاؤها في حق اليهود. وحصل متحف هولوكوست ميموريال الأمريكي في واشنطن العاصمة على نسخة كاملة من سجل اللجنة، ومن المتوقع أن تتبع بلدان كثيرة نفس السبيل في عرض هذه السجلات. السيدة بريدج سيسك هي رئيسة قسم محفوظات الأمم المتحدة وإدارة السجلات. We're very pleased because it means that the archives can be readily available according to the access policies of the United States federal government. The Holocaust Museum has also indicated an interest in more of our archives. So again, extremely pleased about that. بعد 70 سنة من انتهاء الحرب العالمية الثانية، بعد 70 سنة من إنشاء الأمم المتحدة، صار من الممكن أخيراً أن تسلط هذه السجلات الضوء على فضائع الحرب. أعدت هذا التقرير للأمم المتحدة غريس باريت.